اتمنى ان هم يلموا نفسهم بسرعه ويشتغلوا على نفسهم شويه. يعني كابتن احمد، يعني الاهلي النهارده الحقيقه واضح ان هو لعبته برضو زي ما قال كابتن حازم، في الزمالك اعتمدوا، كان ستريس كبير جدا، اعتمدوا ان النادي الاهلي في غيابات كتيره. النادي الاهلي اشتغل على الحته دي، لعبته النهارده نقدر نقول فعلا الاهلي بمن حضر. علي لطفي اللي كان كل الناس قلقانه فيه بيقدم النهارده شهاده ميلاد جديده ليه، بيقول للناس مفيش مشكله مفيش ازمه، لعبته النهارده كيم من اول دقيقه ان هي تخلص المباراه. الافضليه فيهم الدافع وليس حتى الامور الفنيه. زي ما قلت لك يا بسيف في البدايه ان حتى نقص رغم غيابات كتير من النادي الاهلي، الا ان زي ما قلت لك دايما النادي الاهلي باللعيبه اللي موجوده ومن حضر، لان اغلب اللعيبه اللي موجوده لعيبه جيده، لعيبه تقدر تنفذ. وان كان نادي الزمالك لم يستغل الغيابات اللي موجوده في النادي الاهلي، ما استغلهاش بشكل جيد. ونادي الزمالك مش عشان الافضليه كانت بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي، لا، عشان نادي الزمالك وحش جدا وسيء جدا جدا الشوط الاولاني. زي ما قال حازم 45 دقيقه نادي الزمالك ما عملش اي حاجه غير هدف شيكابالا فقط لا غير. واعتقد ان لا نادي الزمالك بيدافع بشكل كويس ولا بيهاجم بشكل كويس، ولا حتى الاثنين اللي المفروض ان لعيبه نص ملعب طارق حامد وفرجاني ساسي، تحس ان خطوط الزمالك في الشوط الاولاني كلها بعيده عن بعضيها. ف ايه السبب برضو؟ انا يعني وانا بتفرج كمشاهد على فريق نادي الزمالك، فرقه عنده مجموعه لعيبه جيده، عنده مجموعه لعيبه كويسه، ولكن لما تيجي تشوف الشوط الاولاني، طبعا ده انقاذ ضائع من علي لطفي، ولكن لما تيجي تشوف الشوط الاولاني تبص على حاله لعيبه نادي الزمالك تحس ان في حاجه مش طبيعيه. يعني مش ممكن يكون ده الاستعداد لماتش، وكل الناس عماله تتكلم قبل الماتش وتقول في نواقص بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي عنده غيابات كتير. اه طبعا عنده غيابات كتير، ولكن نفس الحكايه نادي الزمالك هو لازم يشتغل، هو لازم يضغط على النادي الاهلي. ده ما شفناهوش، وشفنا دايما. انا عندي وجهه نظر ان كالتون مع الماتشات اللي فيها تكتلات او الفرقه بتقف، لان ماسوماني اتعامل النهارده بشكل جيد، اتعامل الشوط الاولاني بشكل رائع، لان شاف ان نادي الزمالك بعيد تماما عن مستواه، خطوطه كلها بعيد عن بعضيها، فقدر يستغل النادي الاهلي انه يحرز هدفين في الشوط الاولاني ويتسيد الشوط الاولاني. الشوط الثاني اه طبعا الزمالك عنده الافضليه، ولكن الفعاليه كمان مش كبيره، يعني نادي الزمالك فاق متاخر، ولكن كالتيرون عنده مشكله لازم يشوف لها حلول، يعني لازم يشتغل. لو اشرف بن شرقي النهارده مش فايق زي ما حازم قال، هيبقى في مشكله بالنسبه لنادي الزمالك، لان كل شغل نادي الزمالك من اشرف بن شرقي فقط لا غير. اوباما النهارده خارج الخدمه، شيكابالا طبعا يعني يمكن جاب هدف كويس بس نفس الحكايه، حازم امام الاطراف بتاعت نادي الزمالك خارج الخدمه، حتى فرجاني ساسي وطارق حامد ما شفناش اغلب اللعيبه اللي موجوده دي كلهم خارج الخدمه. فلازم على كالتيرون ان في الماتشات اللي فيها تكتلات لازم يبقى عنده حلول بديله، ما يعتمدش فقط لغايه على سرعه اشرف بن شرقي او احمد سيد زيزو. طب هو في سؤال حازم ساله مش عارفين اجابته، ايه اللي يخلي فريق زي الزمالك يلعب الشوط الاول كده والشوط الثاني بالمستوى ده؟ وايه اللي يخلي فريق زي النادي الاهلي يسيطر 45 دقيقه بالشكل ده في الشوط الاول وادائه الشوط الثاني ده كده؟ انا شايف ان عدم التجهيز النفسي بالنسبه للعيبه نادي الزمالك، ودي مشكله دايما هي الازمه عند لعيبه نادي الزمالك، هي المساله النفسيه او العامل النفسي. لاني انا واحد من الناس لو شايف الغيابات اللي موجوده في النادي الاهلي دي لازم من البدايه العب نازل اكسب، انما الشكل اللي احنا شفنا عليه نادي الزمالك ده من البدايه اول 45 دقيقه، لا، نادي الزمالك مش نازل عشان يكسب، او الشكل ده ما يدكش احاء ان نادي الزمالك عايز يكسب، لان اللي عايز يكسب ده بيبقى نازل باين من الاول زي ما قال حازم، لازم يضغط، مفيش ضغط، لازم يبقى فيه الباص بشكل فيه قوه، لا انا باين ان انا عايز اشتغل من الاجناب، ده كل ده مش موجود، كل ده ما شفناهوش في نادي الزمالك. على الجانب الاخر زي ما قلت لك يا سيف، رغم ان غيابات كتير جدا، الا اني تحس ان لعيبه النادي الاهلي لا عايزه تكسب، تعرف تتعامل مع الماتش نفسي بشكل جيد، فعشان كده ظهر النادي الاهلي بالشكل ده. وانا ببارك للنادي الاهلي والجماهير، لان دايما النادي الاهلي مهما حصل ومهما كان في غيابات، ولكن يظل النادي الاهلي بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيره. وزي ما قلت لك المقوله دي مش من فراغ، فعلا النادي الاهلي بمن حضر. يسال قد ايه بكام في الميه كارتيرون وكام في الميه لعيبه الزمالك على الاداء ده او على النتيجه دي، يتحمل قد ايه؟ لا، الاكثر لعيبه نادي الزمالك، كارتيرون طبعا عليه مسؤوليه، ولكن الاكثر هو التنفيذ من اللعيبه في الملعب. النهارده مدير فني ممكن يكون عنده حظ سيء، ممكن يكون اختياراته فيها سوء، ولكن لما يبقى عندك 11 لعيب في الملعب كلهم غير جيدين، او مفيش حد يمكن اللي فاق في شوط اشرف بن شرقي، يعني انا اوباما من اللعيبه اللي بيعجبني، ولكن اوباما بعيد تماما عن مستواه النهارده. فانت بتتكلم على بما فيهم كمان جنش، يعني حتى جنش عنده يعني عنده سوء بخت او عنده اداؤه كمان عنده هزه شديده النهارده. لا بالظبط، يعني انا مش عايز اقول خارج نطاق الخدمه صحيح يعني. فانت النهارده لما تتكلم على 11 لعيب، 11 لعيب الشوط الاولاني كلهم في حاله سيئه،
يبقى لا طبعا يسأل بشكل كبير. الاول لعيبه نادي الزمالك مع كالتون كمان، لان لازم يعني هو كمان بدا اللقاء على الاقل كان سيف الدين الجزيري، لان لازم يكون هو عنده فكر، انا عايز اشتغل ازاي، انا عايز اشتغل بشكل فيه سرعات ولا بشكل فيه قوه. لا طبعا نادي الزمالك 45 دقيقه مخيبه للامال في الشوط الاولاني، ولكن برضه يعني يبقى ان النادي الاهلي يستحق المكسب حتى على مضاء الشوطين، لان الشوط الثاني الزمالك هاجم كل خطوط ولكن الفعاليه مش بشكل كبير النهارده.